بدأت في مدينة الدار البيضاء المغربية فعاليات النسخة 24 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، وتشهد هذه الدورة مشاركة أكثر من 700 دار نشر قادمة من أكثر من 45 بلداً وأكثر من 300 كاتب عربي وأجنبي في البرنامج الثقافي للمعرض الذي يستضيف مصر كضيف شرف هذا العام. وفي مصر يختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب غداً السبت أعمال دورته 49. المعرض الذي شهد مشاركة 848 ناشر من 27 دولة شهد إقبالاً واسعاً في أيامه الأولى، تراجع بعدها إلى مستوى ضعيف، كما تدنت نسبة شراء الكتب بسبب ارتفاع أسعارها وضعف الحالة الاقتصادية العامة. نبقى في مصر حيث يختتم غداً في مكتبة الإسكندرية معرض المشترك العرب وأوروبا، وهي أول بادرة تعاون بين المكتبة والمتاحف الأوروبية التي قدمت الكثير من القطع لتشارك في المعرض الذي اختار شجرة الحياة وهي من حضارة بلاد الرافدين كعنصر زخرفي مشترك بين العرب وأوروبا. بدأت في مدينة جدة أعمال النسخة 25.39، والذي ينظمه المجلس الفني السعودي. المعرض الذي انطلق هذا العام تحت شعار رفض الجمود يعرض أعمالاً لأكثر من 30 فناناً سعودياً وعالمياً تبرز حداثة الإنتاج الفني المعاصر وكسر القيود الفنية التقليدية. أعلن في تونس عن إطلاق جمعية ثقافية جديدة باسم جمعية الكاتبات المغاربيات، وأوضح بيان الجمعية التأسيسي أن من أهدافها متابعة إنتاج الكاتبة المغاربية والانتصار لها لتمكينها من رفع صوتها ودعم المرأة عبر أنشطة متنوعة تمكنها من إثبات قدرتها في مختلف مجالات الإبداع. أعلنت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسسكو عن إطلاق جائزتها لأفضل المشاريع الثقافية لعواصم الثقافة الإسلامية، وذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى تنشيط الحركة الثقافية في عواصم الثقافة الإسلامية المحتفى بها وتشجيع الابتكار والإبداع في المشاريع الثقافية.